السلام عليكم عائلة يوسف الثانية، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد التحليلي اللي غيكون سهرة ممتعة وغادي نشطو وغادي نضحكو وغادي نفرحو مع الأرجنتين بتحقيق الحلم وتحقيق الإعجاز وتحقيق اللي تحقيق ميسي الكوبا اللي تخيل معايا أنك كتنهي المسيرة تاعك وتجيب لقب اللي كان مستعصي وتعبنا ومرضنا باش نوصل لهذ اللحظة ديال الأرجنتين تفوز، ميسي يفوز بلقب مع الأرجنتين وأخيرا فعلوها، وفعلها ميسي وفعلها دي ماريا وفعلها دي بول وفعلها مارتينيز الحارس وفعلوها مجموعة من اللاعبين. قبل ما نهضروا على شنو وقع في الماتش ونهضروا على الاحتفالات اللي تلات المباراة ونهضروا على ميسي هز الكاس وميسي احسن لاعب في الكوبا وميسي هداف الكوبا وميسي دار كل شيء والكرة الذهبية اللي جاية في الطريق، قبل ما نهضروا على هادشي كامل خصنا هو الاول نشرح لكم المعنى ديال الخمسة هذه. الارجنتين تلخصات في خمسة باش جابت الكوبا، شكون هما خمسة؟ اولهم ميسي، ثانيهم دي بول، ثالثهم الحارس ايماليانو مارتينيز، رابعهم دي ماريا اللي شارك في النهائي اللي ما شاركش في النهائي ديال المانو بزاف، قال لك بلي كان في كاس العالم كان ممكن يجيب لهم كاس العالم حتى هي، كان حاسب اليوم بكل صراحه. واللاعب الخامس بالنسبه لي انا هو روميرو اللي عاد اليوم، يعني العوده ديال روميرو اليوم اللي بكل صراحه كانت اسطوريه وخطط بزاف بزاف ديال العيوب وبزاف بزاف ديال نقاط الضعف اللي كانت كل لعب بيتزيلا من المباراه، تكون شاهدنا مباراه اخرى وكون شاهدنا البرازيل سجلت في الشوط الاول وسجلت حتى في الشوط الثاني. فروميرو اليوم كان حاسم والعودة ديال روميرو خلات اوتاميندي بدوره يلعب مباراه العمر. انا بالنسبه لي اوتاميندي مسيرته كامله لخصها في هذه المباراه، افضل مباراه لعبها اوتاميندي في حياته هي اليوم، مقاتل شرس كيدخل ما كيخف بغى اللقب، هذا هو المدافع خصو يتقاتل دمه يحطو في التيران، فهذا الشيء اللي دار اوتاميندي اليوم والفضل كيرجع فيه، يعني روميرو اللي رجع اليوم واللي عطاه الثقه وبين لي انه خصو يدي بحال روميرو ماشي بحال بيتزيلا اللي كيكون بعض المرات سيء. المهم قبل ما نهضروا على دي ماريا هو اللي سجل الهدف هو اللي غيطبصم في التاريخ، ودي ماريا هو اللي سجل لهم الكاس وعاون ميسي باش انه يجيب الكوبا وبزاف ديال الحوايج، ولكن قبل ما نهضروا على هذا واحد الدقيقات خمسة ولا أربعة دقائق نطبلوا لميسي وما فعله ميسي والفرحة ديال ميسي اللي غادي نرجعوا نحلوا المباراة. كلكم شفتوا ميسي بدا المباراة، بزاف الناس او انا حتى انا منهم، ميسي كيبان لك خايف، ميسي كيبان لك متوتر، ميسي كيبان لك لاعب وعلى اعصابه، ماشي داك ميسي اللي شفتي في النصف الربع، ماشي انه ما لعبش مزيان، نعم هو تعبان وعيا وتعب بزاف في هذه الكوبا، ولكن كيبان لك داك الضغط ديال النهائيات اللي سبقوا، داك ديك الحيره وديك الخذلان اللي كان كيتخذل ما كيفوش، فكيبان لك واحد في العينين ديالو في الطريقه ديالو اللي ما كيفاش لعب، كيبان لك انه خايف، انه مرعوب من انه يتكرر نفس السيناريو ويعاود ثاني يعتزل ونفس الكلام والجماهير والصحافه على رجلي ما كيرحموش. فالضغط اليوم كان على ميسي، مش عايز ضغط، مرعب مرعب صراحه. انا براسي انا فهمت الفيلم، ميسي كان مرعوب جدا وخايف خايف اللي يعاود يخسر. شفنا الشوط الاول ان ميسي ماشي ما بانش، ولكن هذا الضغط خلى ان اللاعبين وحتى الضغط ديال البرازيليين كانوا اربعه اين فوق يجد الكره، اربعه اللاعبين يجد كيجد الكره اربعه اللاعبين، ف حتى هذا الضغط اللي ما خلى ميسي ما دار والو في الشوط الاول على الاقل خلى دي ماريا يتحرر، فشفنا ان ميسي اين فوق يجد الكره او في اللحظه اللي كيستلم فيها الكره كيلعب لدي ماريا، ما كيفكرش حتى انه يراوغ ولا يتقدم، اين فوق يجد الكره كيلعب لدي ماريا. علاش؟ لان دي ماريا ما مركزينش عليه، او بالاحرى دي ماريا ما كانوش متوقعينه غيبدا رسميا. فهادي تريكايا الاولى او الخدعه الاولى اللي دار سكالوني اللي يشكر عليها اليوم سكالوني ايضا اليوم، بغض النظر انه ليست افكار اسطوريه ولكن اليوم دار داكشي اللي كيطلب منه الجماهير او المحللين، هادشي اللي كيطلبوا منه، دي ماريا خصو يلعب يبدا رسمي فراه لعب. قلت لكم الشوط الاول ميسي ما بانش بزاف، ما المهم على الاقل داك الاحتكار ديال اللاعبين او التكتل ديال اللاعبين على ميسي خلى دي ماريا يبان. وبالنسبه لي انا رجل الشوط الاول دي ماريا ودي بول بمناسبه، ورجل الشوط الثاني دي بول صرف لوحده، يعني بالاحرى بالمجمل دي بول، ولكن فاش كتشوف ان نهائي وشكون يسجل لك وشكون يجيب لك الكاس وشكون يعطيك لقب سنين وانت متعطيش ليه وعادلتي الاوروغواي وبكيتي نيمار، راه بالسيف غادي ياخذ دي ماريا، راه يستحق حتى هو، فمن خصنا نكونوا محايدين. ولكن الشوط الثاني اجي نهضروا على ميسي في الشوط الثاني، الشوط الثاني جوج فرصتين محققتين لهدفين كانوا غيكونوا قاتلين وغيخلونا حنا كجماهير وكاشخاص محبين للارجنتين وكاشخاص متابعين لهذه المباراه وبغينا ميسي يفوز او حتى متعاطفين مع ميسي، كان غيخرجنا من هذاك الضغط اللي عشناه في هذه المباراه او في الدقائق الاخرى ابتداء من 55 حتى ل 90، راه الاعصاب على اعصابك. جوج محاولتين كانوا خرافيتين للارجنتين كون سجلوهم واللي بداهم هو ميسي،
الاولى اللي كانوا ثلاثه مدافعين، ثلاثه مهاجمين، كان دي ماريا هنا وكان هنا لو طاروا كانوا المدافعين. ميسي قرر انه يراه وغيره وغيره وتحيدت ليه الكره. انا بالنسبه لي كون عطاها لدي ماريا كون شفنا ثنائيه تاع دي ماريا. دي ماريا كان في موقع غير تعطيه غير يسددها، اي لعبه يعني في الزاويه البعيده لإيمرسون غير يسجلها او حتى يراه. المهم دي ماريا كان في موقع ديال تسجيل الهدف الثاني. نخيل نحيدوا هذه ونمشيو للثانيه اللي بدا ميسي من الطرف ولعبها لديبول وركض ركض ركض عطاه دي بول تمريره ساحريه خوتي، تمريره قاتله، تمريره من بين ثلاثه المدافعين ما عرفوش من داز. ميسي كيبين لك مدى الضغط ومدى التوتر ومدى الخوف باقي عنده، حتى لديك اللحظه مازال باقي عنده الخوف. شدها هذيك الكره بالنسبه لنا ميسي اللي كنعرف غير هزها لوب على الحارس، ما غاديش يبدا يفكر شنو يدير مع باقي الكره جايه عنده لوب على الحارس، لان الحارس خرج وخرج جالس. ميسي اللي داك الضغط والخوف اللي قلت لكم شد الكره وبغيره وبواحد الطريقه والطبع طور ديال الكره مع ميسي برجليه ما متعودينش عليها، فهنا كيلخص لكم هذاك الضغط. فكاع اللي يطلع يقول لك لا ميسي ما دار والو في هذا الفينال، دي ماريا هو اللي جاب لهم الكاس، هذه راك خويا خصك تفهم الكره السيد راه شكون وصلهم بعدا لهذا الفينال. هذه الاولى. ثانيا داك الضغط اللي عليه اليوم واللاعبين اللي محاصرينه اليوم راه شبيتي مازال، ومع ذلك صنع لك فرصتين محققتين تسجيل كان يسجلهم في الشوط الثاني، ومع الاسف كون ما تسجلوش وسجلت البرازيل كانوا غيطلعوا يقول لك عاوتاني متخاذل متخاذل متخاذل، سكتونا مرطونا بهاد الهضره هذه. المهم ندخلوا دابا للتحليل ونهضروا على التحليل. سكاروني شفنا كيف انه دخل بالخطه تغييرات اللي هي اكونيا كان مطالب وكان دار واحد اخطاء خطي في الشوط واحد في الشوط واحد في الشوط الثاني كان ممكن يعطي اهداف مجانيه للبرازيل. وشفنا عوده روميرو المفاجئه واوتاميندي، وشفنا ايضا اللاعب اللي في الاخر مونسييل. في الوسط شفنا باريديس و دي بول داروا مباراة اسطورية بجوجهم، ولكن دي بول متفوق بمراحل اليوم. شفنا في الامام لو طارو اللي كان سيء اليوم، لو يوم سيء لو طارو ما تعمل الكلمة، ثقيل ما كيتحركش ما كيخلق ما كيمزعج، لا ماركينيوس لا تياغو والو مزعج فيهم حتى حاجة. وشفنا ميسي وشفنا دي ماريا وشفنا روسيسو عفوا حتى هو اللي دار مباراة زوينة. شوط اول شنو نقول لك، البرازيل متعودة انها غتدخل غتلقى الارجنتين رجع اللور وباغا تحاول تدافع، لا لا الارجنتين مع دخلات ضغطات عليهم ضغطات عليهم ضغطات عليهم. ميسي بلوطارو بدي ماريا بلو سيلسو اولا احرى كيتقلب مع دي بول فاش كيرجع لو سيلسو يغطي مع باراديس كيولي دي بول هو الجناح اليمين، فاربعة كيغطيو على ما كيخلوش ما خلاو دانيلو يطلع ما خلاو لودي يطلع ما خلاو كازيميرو يطلع ما خلاو اللاعب اللي كيلعب في مانشستر اللي خدا الورقة صفراء ما خلاوش يتحرك ما خلاوش يتحرك، يعني ستة اللاعبين وقفتيهم بربعة بربعه يعني ميسي دي بول لو طارو ودي ماريا ضاغطين عليهم ما كيخليهمش يرجعوا، وباراديس ودي بول اولا باراديس ولي فرونسي فاش كيبقاو في القلول يعني هما الارتكازين بجوج قطعوا الموضوع على لا باكيتا على نيمار، او بالاحرى دي بول مع نيمار داروا في جيبو وسد عليه بالساروت وبالقفل ما خلاش يتحرك. حتى الشوط الثاني عاد شفنا يعني ديك الصفره دي بول ما بقاش قدر يورك عليه خاف ليه يشد الحمراء ويخسر الارجنتين. ف قتاليه انا هذه بالنسبه لي افضل مباراه للارجنتين بالرغم من ان ما كايناش مهاره وما كايناش متعه، وشفنا فقط فرصتان تاع البرازيل، وحده من ريتشارليسون تصدر الحارس وحده ايضا من نيمار تصدر المدافعين خرجوها. هادشي اللي كان الشوط الاول يعني ما شفناش فرص حقيقيه، وحتى ضربه الخطا اللي جات كانت ممكن انها تكون فيها بعض من الخطوره والخوف تصدر لقى الحارس القائم عفوا الحائط وحيدها باش تسالي المباراة بهدف من تمريرة. يعني تخيل مع دي بول شدها بديك الطريقة وقرا تحرك دي ماريا واللاعبين مركزين مع ميسي ودي ماريا كيهرب كيحطها ليه بهذيك الطريقة ودي كيكملها أو غير كيلمسها، يعني اسيست واعر من دي بول من الوسط من وراء الوسط دي ماريا، استلام يعني رايق استلام يعني داكشي اللي كتحب عينك تشوف اصاحبي استلام داكشي اللي هذا هو البلوك تاع الكرة اللي كتسمع كيقول لك واحد تعرف تبلوكي الكرة في السماء، هو دار دي ماريا بلوكها زوينة في السماء وحطها في السماء والثاني فوق الماء والثاني الحارس ايميرسون هدف اسطوري وهذاك هو هدف الكاس. دخلنا الشوط الثاني البرازيل زاد ضغطات او بالاحرى دارت اول تغيير ديالها بدخول فيرمينيو، يعني تكتيكات يعني هجوميه تكتيك هجومي محض، يعني انه خرج اللاعب من الوسط اللي هو اللي كيلعب مع كازيميرو هذاك السيد ما بغاش تحفظ لي الاسم ديالو كيلعب في مانشستر خرجو ودخل فيرمينيو ورجع باكيتا يلعب مع كازيميرو ارتكازين، ولا فيرمينيو في الامام وفي الجانب هنا ايفرتون وفي الجانب هنا ريتشارلسون وراء فيرمينيو نيمار. ومع ذلك بدينا كنشوفوا تحركات كثيره هجوميه، بدينا كنشوف فيرمينيو ولا كيخلي شويه الازعاج من اوتاميندي وحتى روميرو، ولكن مع ذلك شفنا تصديات اسطوريه لا من الحارس اللي تصدر واحد الكره خياليه ديال ريتشارلسون، يا ايضا من الحارس اللي تصدر واحد الركنيه لعبها نيمار اسطوريه ايضا، لا حتى من اللاعبين روميرو اوتاميندي في الشوط الثاني اللي ابهرني وما كنقولوش هذا هو اوتاميندي اللي كلشي كيقول لك ما خصوش يلعب ما خصوش يلعب، لا خصو يلعب اليوم على هذا الاداء
لا ايضا من دي بول، بالرغم من ان تلقى الورقه صفراء. باريديس ايضا اللي خرج ودخل بلاصه داك اللاعب جيديش، حتى هو اللي قدم مباراه اسطوريه ايضا فاش دخل. كل شيء اخوتي، كل شيء ابدع، كل شيء امتع. دي ماريا كل شيء ميسي في الشوط الثاني كل شيء. و الحكم ضاف 5 دقائق، اللي ما عرفناش ديال ديك 5 دقائق، ومع ذلك الحكم ما يقول لك، يقول لك لا الحكم متحيز، كثرت التصفير، كثرت الاخطاء، كثرت هذه، كثرت التعاون مع الارجنتينيين، ولكن ما سجلتيش. شنو انت بديت تحجج بالحكم؟ ما سجلتيش، صافي سكتنا صافي. وكنشوفوا سنه 4 دقائق و94، مازال ما كملت 5 دقائق، ولكن حتى هي 5 دقائق راه كثيره. ما شفت انا هذا تضيع لا وقت لا والو. فواحد اللاعب من الارجنتين رجلي عامره بالدم حتى هو بحال ميسي. كلشي قاتل اخوتي، باش نعطيو كل واحد حقه، كلشي قاتل. و سكالوني عارف كيفاش انه يحكم البرازيل ويمشي في واحد القطار دابا تاع الانتصارات، ما خسروش. وشفنا ميسي باش انتهت المباراه جلس في التيران وتيبكي وجوع عنده كلشي هزو فوق لك الاكتاف، وشفنا الفرحه ديالو بميسي، وشفنا مدى الفرحه ديال اللاعبين قبل ما يفرحوا للمنتخب. فرحوا لميسي، نعم خصهم يفرحوا للمنتخب ديال الاول، ولكن حيت حاسين بداك الضغط اللي على ميسي من طرف الجماهير، وقداش عارفين وقداش كيبغي الارجنتين، ولكن ما بغاتوش الكره هاد السنين وهاد النهائيات اللي خاض. يعني راه ربما اكثر لاعب خاض نهائيات اخوتي، راه شحال 5 مع الكوبا وواحد في كاس العالم، 26 انت في المسيره ديالك تلعب 6 نهائيات مع الدوله ديالك، راه شي حاجه. الخيال العلمي يا صاحبي، الخيال العلمي. وشفنا كيف ان يعني لاعبين حياه، وكل لاعب كيمشي عنده كيعنقو كيبدا يبكي، وياه لا مع الحارس، لا مع دي ماريا، لا مع لوطارو، لا مع دي بول، لا مع كلشي اللاعبين. واللحظه الاسطوريه فاش جا عنده نيمار، انا كنت كنظن ميسي غيمشي عند نيمار، هو غيمشي بيواسي، ولكن لا، ميسي بهذوك التصريحات اللي طلع نيمار قبل المباراه وداك الشيء خلاه هو جا عنده. بالفعل نيمار جا هو بالفعل عند ميسي وبكى وياه وعنقو وتسامحوا وياه، وجا سكالوني ايضا سلم عليه، وجا المدرب تيتي سلم على ميسي، ولحظات زوينه. وفاش عطاو الكاس، فاش هزو ميسي الكاس، ديك اللحظه راه هذيك لوحدها اخوتي، راه صافي، راه هادشي اللي كانوا كينتظروا جميع جماهير البرشلونيين وجماهير البرشلونيين والارجنتينيين والحمدونيين اليوم، ما عرفتش يوقع اليوم. ودابا غندخلوا في واحد المرحله اخرى الدراري، ها ميسي جاب الكوبا، ها هي داكشي اللي كنتو كتغوتوا عليها وحققوا. دابا غندخلوا لحاجه اخرى، هو الكره الذهبيه السابعه، دراغون بول عاوتاني، ما يمكنش. فهاد الفيديو اخوتي ما كانش تحليلي متعمق، فقط هضرنا بالسطحيات، لان هادي نهائي وكان فيها يعني ماشي اللاعب، ولكن كان فيها الفوز بداك الكاس، وهذا الشيء دارت الارجنتين. البرازيل لعب عليا المهاره وهادي، وكيبغيو يخترقوا اللاعبين، كون كيلعبوا تمريرات سريعه كانوا ممكن يوصلوا، ولكن كيشدوا الكره عارفين بان اللاعبين ديال الارجنتين راه اغريسيف، ولكن لا ما. ومهم ميسي، مهم يحققوا الحلم ويحققوا الامنيه التي طال انتظارها الدراري، طال انتظارها. مبروك على الارجنتينيين، والفرحه اخوتي الليله هذه غادي يكونوا لي بوست والمنشورات والفيديو، غيكون داكشي زاهي اليوم. فالسلام عليكم، كان معكم اخوكم يوسف من قناتكم تكتيك يوسف. السلام عليكم مره اخرى، تصبحوا على خير، بقينا سهرانين يلاه باش نشوفوا ميسي كيدير الكوبا.